كافيفا مكسيكو، فيلم مكسيكي كوميديا سوداء، انتاج 2023، مدة الفيلم 3 ساعات و10 دقائق، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما، شارك في مهرجانات عديدة، متوفر المشاهدة على نتفليكس. قصة الفيلم: بعد وفاة جده يسافر رجل مع زوجته واطفاله الى مسقط رأسه، حيث تعم الفوضى مع اقاربه بشأن الميراث. العنوان العريض للفيلم: كوميديا سوداء جريئة وبلا خطوط حمراء. السيناريو والحوار: يقدم السيناريو كوميديا سوداء قوية تنتقد العديد من الجوانب بالسلبية للمجتمع المكسيكي مثل الجشع والفساد والطبقية. جميع الشخصيات في السيناريو معقدة ومليئة بالتناقضات مما يجعلها أكثر واقعية وجاذبية. يقدم السيناريو حوارا حدا وصادقا يعكس مشاعر الشخصيات وأفكارهم بشكل واقعي، ويركز على العديد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل الفساد والطبقية مما يجعله ذات صلة بالواقع ويثير التفكير. ولكن السيناريو به عدة نقاط ضعف، يكرر بعض الأفكار والمواقف بشكل مبالغ فيه مما يفقدنا الاهتمام والتركيز، والنهاية غير مرضية. وأيضا إضافة مشاهد لا تضيف شيئا سوى ضعف الايقاع العام للسيناريو وطول مدة الفيلم الواصلة الى 3 ساعات. كان من الافضل ان يكون السيناريو بحذف بعض المشاهد غير الضرورية او تكثيف بعض الحوارات وتنويع المواقف لتجنب التكرار، وان تكون النهاية اكثر وضوحا. تبدأ الاحداث بموت جد بانشو مما يجبره على العودة الى مسقط رأسه بعد 20 عاما من الغياب. تواجه عائلة بانشو مشاكل مالية ويطمعون في ثروة بانشو الجديدة، وتبدأ سلسلة من الصراعات بين بانشو وعائلته تسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية مثل الجشع والفساد والطبقية. بانشو شخصية معقدة، هو طيب القلب في بعض الأحيان لكنه يصبح أنانيا وجشعا عندما يتعلق الأمر بالمال. جميع أفراد العائلة جشعين وفاسدين ويحاولون استغلال بانشو للحصول على المال. الشخصيات الثانوية تقدم نظرة ثاقبة على مختلف جوانب المجتمع المكسيكي. السيناريو يتبع نمطا تقليديا مع بداية ووسط ونهاية، ويستخدم تقنيات مختلفة مثل الفلاش باك لإضافة التشويق. السيناريو به منظور رمزي، حيث تمثل بعض الشخصيات والأحداث قضايا اجتماعية وسياسية. الإخراج والتصوير والإضاءة، يقدم إخراجا مبدعا يضفي طابعا خاصا على الفيلم. يستخدم تقنيات سينمائية متنوعة مثل الفلاش باك والقطع المتوازي لإضافة التشويق، ويركز على التفاصيل مثل الملابس والديكور، خلق بيئة واقعية تناسب أجواء الفيلم. يقدم بعض الابتكارات مثل استخدام لقطات طويلة لخلق شعور بالواقعية. على سبيل المثال، يتم استخدام لقطات طويلة في مشاهد تظهر بانشو يتجول في مسقط رأسه. يستخدم التصوير السينمائي أيضا بشكل فعال في الفيلم لإيصال العديد من الرسائل البصرية. يستخدم الألوان الداكنة لإطفاء شعور بالكآبة واليأس المختلطة بالكوميديا السوداء. يساهم استخدام تقنيات التصوير المختلفة لخلق تجربة مشاعر مثيرة للتفكير. تستخدم الإضاءة بشكل فعال في الفيلم لخلق أجواء معينة والتأثير على المشاعر، وأيضا التركيز بشكل فعال لجذب انتباه المشاهد لعناصر معينة في اللقطة. على سبيل المثال، يتم استخدام التركيز على وجه بانشو في بعض مشاهد الفيلم للتعبير عن مشاعره. الزوايا كان لها تأثير أيضا لخلق شعور معين. على سبيل المثال، يتم استخدام زوايا مرتفعة في بعض مشاهد الفيلم لخلق شعور بالرهبة. حركة الكاميرا ساعدت على خلق شعور بالتوتر والتشويق. على سبيل المثال أيضا، يتم استخدام حركة الكاميرا السريعة في بعض مشاهد الفيلم لخلق شعور بالفوضى. تم استخدام أنواع مختلفة من الإضاءة ولها تأثيرها، الإضاءة الخافتة والطبيعية والقوية. أمثلة للتوضيح: مشهد بانشو يتجول في مسقط رأسه، استخدم الإضاءة الخافتة لخلق شعور باليأس. يساهم ذلك في إبراز مشاعره من الحزن والوحدة. وعندما يتعرض للابتزاز قبل عائلته، يستخدم الإضاءة القوية خلق الشعور بالتوتر والقلق. يساهم ذلك في إبراز مشاعر الخوف والتهديد. وعندما يتحدث مع أصدقائه في الشارع، يستخدم الإضاءة الطبيعية خلق الشعور بالواقعية. يساهم ذلك في إبراز مشاعر الصدق والعفوية. المونتاج: إيقاع المونتاج لم يكن الأفضل وأثر على المستوى العام للفيلم، وأيضا سوف يؤثر بشكل كبير على تقييم الفيلم. المونتاج كمجمل سلس، ولكن يعد طول مدة الفيلم مبالغا فيه مما قد يسبب الملل. كان من الممكن تقليل مدة الفيلم مونتاجيا لحذف بعض المشاهد غير الضرورية أو تكثيف بعض الحوارات، وأيضا يكرر بعض الأفكار والمواقف بشكل مبالغ فيه. وكان من الممكن أيضا تنويع المواقف مونتاجيا في الفيلم تجنب التكرار. الديكور: يلعب الديكور دورا هاما في الفيلم، يساهم في خلق بيئة واقعية تناسب الأجواء ويعكس مشاعر الشخصيات أيضا، ويقدم معلومات عن ثقافة المجتمع المكسيكي. يستخدم الأثاث بشكل فعال خلق شعور بالواقعية. على سبيل المثال، يتم استخدام الأثاث القديم في مشاهد تظهر بانشو في مسقط رأسه مما يساهم في خلق شعور بالفقر والتهميش. يتم استخدام الأثاث الحديث لمشاهد تظهر بانشو في العاصمة مما يساعد في خلق شعور بالثراء والرفاهية. أيضا تستخدم الإكسسوارات بشكل فعال وتقديم معلومات عن ثقافة المجتمع المكسيكي مثل استخدام ملابس التقليدية مما يساهم في خلق شعور بالهوية الثقافية. الموسيقى: تستخدم مجموعة متنوعة من أنواع الموسيقى تشمل الموسيقى المكسيكية التقليدية لخلق شعور بالهوية الثقافية والانتماء، الموسيقى الكلاسيكية، موسيقى الجاز لخلق شعور بالحرية والارتجال، موسيقى البوب تستخدم لخلق شعور بالحداثة والتأقلم مع الثقافة الأمريكية. تم توظيف الأنواع المختلفة
مختلفة بطريقة جيدة. الممثلين: يقدم الممثلون أداء رائعا يطفي طابعا خاصا على الفيلم. يقدم بطل الفيلم أداء مقنعا في دور بانشو ويظهر مشاعر الشخصية من الحزن واليأس والأمل والتفاؤل. تقدم زوجته أداء متوازنا وتظهر مشاعر الشخصية من الحب والخوف والغيرة. أيضا عائلته: يقدموا أداء جيدا ومتوازنا ويظهر مشاعرهم من الغضب والندم والحب، والكيمياء بينهم جميعا ملفتة، ومن الواضح أن توجيه الإخراج والسيناريو لهم متميز. بشكل عام يقدم الممثلون أداء واقعيا وأداء متنوعا يظهر المشاعر من جوانب مختلفة. الفيلم به عدة نقاط إيجابية وسلبية، من قصة قوية وتمثيل مقنع، إخراج وتصوير سينمائي متميزين، موسيقى مؤثرة في الأحداث، رسائل مهمة. والسلبية الأكبر هو مدة الفيلم الطويلة وعدم التنوع. لمحب التعرف على ثقافات مختلفة وكوميديا سوداء طويلة، الفيلم سيكون جيد للمشاهدة. تقييم للفيلم هو 6.5/10.